فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع فضل قيام شهر رمضان. ورد رواه مصنف بسنده عن حماد بن أبي سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة عن ابن أبي أوفى عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإنه أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها قال الله تعالى: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع يعني من نافلة أو من سنة، فأكملوا له ما ضيع من ذلك. وعن حسن قال: لقي أبو هريرة رجلا فقال: كأنك لست من أهل البلد. قال: أجل. قال: أفلا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد يحاسب بصلاته. يقول الله عز وجل للملائكة وهو أعلم بهم: انظروا في صلاة عبدي، فإن وجدوها كاملة كتبوها، وإن وجدوها انتقص منها شيئا. قال: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فتكمل صلاته من تطوع له، من تطوعه له، وتؤخذ الأعمال على قدر ذلك. وفي رواية عن رجل من بني صليط قال لي أبو هريرة: من أين أنت؟ قلت: من أهل البصرة. قال: أفلا أحدثك بحديث لعل الله ينفع به من تقدم عليه؟ قلت: بلى. فذكر معناه. وفي رواية: يا علي، إن مثل المصلي كمثل حبلة حملت، فلما دنا نفاسها أسقطته، فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولد. وهكذا المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. ومثل المصلي كمثل التاجر، لا يخلص له ربحه حتى يأخذ رأس ماله. كذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. قال رضي الله عنه: هذا إن صح في المصلي إذا ضيع شيئا من واجباتها. وفي رواية: أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة صلاته، فإن تمت صلاته قد أفلح وأنجح، وإن فسد فقد خاب وخسر. هذه الأحاديث برمتها تثبت أمرا مهما، وهو أن النوافل جعلها الله جل في علاه سدا لخلل الفرائض. كلما وقع الخلل في الفريضة فإن سد هذا الخلل يكون بالنوافل. لذلك الإنسان في إعواز شديد إلى النوافل، مع أن الأحب إلى الله جل في علاه الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى يا عبادي من عاد لي وليا، رد الله عنكم جميعا، جزاكم الله خيرا، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سامعه الذي يسمع به. فقال: يتقرب إلي بأحب إلي مما افترضته علي، فأحب شيء إلى الله جل وعلا الفريضة. ولذلك الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرهن؟ عندما قال له: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: لا. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فالفريضة هي أهم لله جل في علاه، والنافلة هي التي يسد بها الخلل الذي يحدث في الفريضة، لأنه يخرج من الفريضة بنصفها بربعها
بخمسها، كل هذا يصده كثرة النوافل. لذلك أبو هريرة نصح الرجل وقال أهديك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له بأن الله جل وعلا يسأل الملائكة هل لعبدي من نوافل، فإن قالوا نعم قال دعوا هذا في ذاك، فيكون سدا للخلل الذي يقع منه في الفريضة. هناك رواية مهمة جدا، وقال قال فيها الصاحب إن إن الله لا يقبل فريضة، لا يقبل نافلة حتى يؤدي النافلة. قال إن مثل المصلي كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولد. لذلك قال هكذا المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. هكذا أن المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. هذه معناها أن تضيع الفرائض مضيع للنوافل، وكيف ينشغل المرء بالنافلة دون الفريضة. هذا الحديث استدل به هو وغيره، استدل به كثير من العلماء على أن من صام شوال قبل أن يصوم القضاء فإنه لا يقبل منه، فلا يصح صيامه النافلة قبل الفريضة، ولأن الله لا يقبل نافلة إلا بعد الفريضة. ولكن حقيقة الأمر أن النافلة قد تصح لكنه لا يأخذ المكافأة حتى يتم الفريضة. وفي ذلك دلالة واضحة جدا على أن الإنسان الذي يتبع الفرائض بالنوافل أنه يرتقي من منزلة إلى منزلة، وأنه على الأقل يتحاشى النقص الذي يكون في صلاته بإتمامها بالنوافل. وإن الله جل وعلا كريم جواد، إذا أتم الفريضة بالنافلة فإنه يثبت أجر الفائد النافلة، فإن الحسن عند ربنا جل في علاه بعشرة أمثالها. فكان الأمر في هذا أنه يجب على الإنسان أن يرى ويستبصر طريقه في كيفية القرب من الله جل في علاه، ويسرع إسراعا تاما في إتباع الفرائض بالنوافل، لأنها تضمن له سد الخلل وتضمن له أيضا ارتقاء المنزلة. فبالنافلة أمران عظيمان، الأمر الأول سد الخلل في الفرائض، ثم ذلك الارتقاء والارتفاع منزلة فوق المنزلة، لأن النافلة تضمن له المنازل العلى، والفريضة تضمن له النجاة. فالنجاة ليست على النوافل، النجاة على الفرائض، فالفريضة تضمن له النجاة، والنوافل تضمن له ارتقاء المنازل عند رب السماوات العلى. فلذلك قال الله تعالى وما زال عبد يتقبل من نوافل حتى أحبه، ارتقى منزلة المحبوبية، لكن النجاة التي ينجو بها لا تكون إلا عند الفريضة. لذلك لا يمكن أن يكون يعني طالبا للعلم فقيها من قدم النفل على الفريضة. لذلك علماؤنا قالوا من شغله النفل عن الفرض فهو مغبون، هذا لا يفقه. ومن شغلته الفريضة عن النافلة فهو عند ربي معذور، هو معذور، فنجاته مرهونة بالفريضة أصالة، فكيف يلتفت لغير الفريضة؟ فنجاته مرهونة بالفريضة، ينجو عندما ينشغل بالفريضة، ودرجاته العلى تكون بالنوافل، مرهونة بالنوافل. يبقى معنى ذلك أنه بنافلته يرتقي إلى المنازل العلى، وأما بالفريضة ينجو عند ربه جل في علاه. والفريضة لا يمكن أن تأتي كاملة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة عندما ينتهي منها وش يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر ثلاثا عليكم السلام وبركاته. فاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أنها فيها شيء، وأنها لم تصل إلى الكمال الذي يرضاه الله جل في علاه، فلا بد من خلل في الفريضة. فالخلل في الفريضة سده وسد خلله بالنافلة، والنافلة المواظبة عليها دلت على صدق عبودية المكلف، فيرتقي أو ترتقي به إلى المنازل العلى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كذلك، اللهم ثبت لنا الخير ما حيينا أبدا. الفوائد المستنبطة: الدين النصيحة، وأعظم النصيحة تعليم الجاهل كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. من عظيم جهل المكلف الانشغال الكلي بالنوافل، ويضعف بعد ذلك عن الفرائض،
فقد أضاع نفسه وأطاح بكل ما فعل وهو لا يدري. من عظيم رحمة الله أن جعل الله ما يسد به خلل الفرائض. هذه نعمة ليست بعدها نعمة، بأن الإنسان يعلم أن الخلل موجود في الفرائض ويعلم الطريق الذي يمكن أن يسد به الخلل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. لذلك قلنا العناية بالفريضة نجاة، والعناية بالنفلة رفع في الدرجات. العناية بالفريضة نجاة، والعناية بالنفلة رفع في الدرجات. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.